نواصل مع ضيوفي، نمشيو للحرف ونفرح برشا ديما كي نستقبل الشباب توانسة في مجال الصناعات التقليدية والحرفيين، خاصة في اختصاص فنون الطاولة والفخار، كي نلقاو حاجات جديدة وأفكار جديدة ونوصلوا نخرجوا البرودوي نتاعنا لبرا ونصدروا. اليوم حاضر معنا محمد جنر ومحمد الجندوبي، اهلا وسهلا مرحبا بكم. وبيك عايش. محمد جنر ومحمد الجندوبي مرحبا بكم، نورتونا. عايش. يعيشك، هذه مش اول مره اكيد في اهلا تونس، لكن خلينا نذكروا بكم للساده المشاهدين، نعملوا ريكاب صغير واون ميم طون تنشوفوا لي فوتو والخدمه نتاعكم. محمد خليك الكلمه ليك. مرحبا بكم الناس الكل. احنا الاختصاص نتاعنا في فنون الطاوله والهدايا في الخزف سيراميك اونغري بالفرنسية. عندنا تو بريسك من عام 2020 سبتمبر 2020 من بدينا معنا في المشروع نتاعنا، وقاعدين نطوروا بشويه بشويه. معنا بدينا من الاول على معنا المبيعات في تونس معنا محليا، وعملنا تظاهرات معنا البرة في إيطاليا في فرنسا، وقاعدين نطوروا زدنا معنا منتوجات جدد إن شاء الله تشوفوهم في التصاور بعد يخدموه. وأنا بشوية بشوية قاعدين نعملوا في دي ريشيرش باش نزيدوا معنا نطوروا أكثر معنا المنتوج نتاعنا. ونخلي كلمة محمد باش يكمل. خلنا نحكيو أكثر، نشوفوا قبل كنا قدمناهم ونعاودوا نشوفوا من سادة المشاهدين اللي ما شافوهمش حاجات جديدة ومضخمة. معناها رجعنا للفخار نتاعنا اللي هو ما يموتش، لكن احنا سنسنا في حاجات معينة. اليوم نلقاو سيرفيس كامل معناها على الطاولة، دي كادو نجموا نهديوهم، معناها شنو الإضافة اللي قدمتوها؟ والله احنا معناتها كيف ما قالك محمد بدينا معناتها ب كوليكسيون ليميتي، ومن بعديك بدينا كل مره نعملوا لي ريشيرش نتاعنا، نكبروا شويه في الجام نتاعنا. وبالطبيعه مأطرين من الديوان الوطني للصناعات التقليديه اللي ديما معناتها يشجعوا فينا باش ننجوا اكثر وباش ننفتحوا على الاسواق الخارجيه. ديجا معناتها هما كانوا سبب اللي احنا تاع ربحنا مارشيات البرة في ايطاليا وفي فرنسا. كان وقتها بعد مشاركتنا الاولى في معرض الكرم للصناعات التقليديه 2021، وقتها جاء سي انطونيو مدير معارض ايطاليا لارتيجيان ونفييرا، وقتها هو اللي شجعنا باش نشاركوا معاه في المعرض. وكنا مدعومين من الديوان الوطني للصناعات التقليديه. كانت انطلاقه من غاديك. الحمد لله. دخلتوا في مجال التصدير محمد؟ دخلتوا في تصدروا معناها؟ عندنا تويك اكثر من عامين نصدروا قاعدين. شنو الحاجه المطلوبه اكثر في البرودوي نتاعكم؟ والله هي احنا بويسكو البرودوي نتاعنا صحي معناتها صالح للاكل، وينجموا يطيبوا فيه في الفور وفي يتحط في الميكرووند زاده. هذوما الامتيازات والخاصيات اللي معناتها يخليوا المنتوج نتاعنا مطلوب اكثر في الاسواق الخارجيه. كلمة صحي محمد مش سهلة. كلمة صحي صحيح مش سهلة. حكينا في الموضوع قبل، يعني نجم نقولوا أي إنسان صحي، لكن فيها حاجات فما خبراء هما اللي فما خبراء صحيح هما اللي يثبتوا هذا، وإحنا باش نثبتوا هذا عندنا اللابوراتوار المخبر اللي هو تابع وزارة البيئة. أيوه فهمتني ولا لا؟ نهزوا له معناها القطايع نتاعنا الكل. يقوم بتحاليل معناها، خاطر كل بلد زاد يطلب تحاليل معينه. اوكي فهمتني، كوسوسوا كيما نقولوا رصاص احنا الومنيوم لازم يكون معناها نورم موجوده مش فايت. نهزوا نعملوا التحاليل هذوما باش نجموا احنا نصدروا، باش حتى احنا الحريف نتاعنا البرة يكون معناها كيما نقولوا متهني، حتى في مبيعاته كي يبيع ومو عنده الوثيقه ما تثبت اللي معناها المنتوج هذاك صحي معناها 100% وصالح للاكل للاستعمال. اكيد مش معناها معناها كان جاي منتوج مش صالح كيما نقولوا للاكل، معناها جوست مش يتحط كيكه ما تنجمش تستعمله معناها. صحيح. خاطر خاصه تو حتى في تونس زاده راهو مش كان برا، حتى في تونس برشا عباد يجيونا للمعرض كي يسالونا ولا اول حاجه اسكو المنتوج هذا صحي ولا لا. معناها ولات العباد معناها تتبع صحي، معناها خاطر ولات تخاف العباد، معناها خاطر تخاف من حاجه مثلا فيها اللطف معناها رصاص اللي هو بالطبيعة. حاجه ماهيش باهيه معناها البدن وكل شيء، دونك الناس الكل ولات معناها تو تميل لاكثر حاجه صحيه. نتفكر المجال نتاعك ماخوذ على الوالد هكيكا نتفكر ولا لا؟ احنا المجال وقت انطلقنا احنا زوز مختلفين جمله على بربي. اوكي اي اي انا عامل هندسه مدنيه اي فهمتني، ومحمد في مجال
اقتصاد وتصرف. كيف جت الفكره من باش تبدا تمشيو في خاصه كي نقولوا نابل نقولوا الاف اللي يعملوا فخار، هي نابل هي الفخار. صحيح. الماده الاوليه هي بيدها، انتم شنو اللي يميزكم على غيركم؟ شنو الافكار الجديده اللي طلعتوا بها؟ احنا والله الفكره وقتها بديت وقت الكورونا. أي. اللي معناها قاعدين في الدار الشهرين هذوكم، بديت قعدنا نلوجوا معناها شنو نجموا نجيبوا حاجه جديده معناها في تونس ونتميزوا بها وتكون معناها حاجه متالقه معناها مودرن على الاخر. بديت الفكره كيكا، وسي محمد زاد عمل دي ريشيرش انا عبر النت، وعملنا معناها دي فورماسيون اون ليني في معناها في الاختصاص هذا خاصه. وعملنا فورمول معناها خاصه بينا اللي هي تميز البرودوي هذا اللي هو اسمه جري سيراميك اون جري بالعربيه فخار حجر يتسمى. وانطلقنا عملنا برشا تجارب مده سنه بريسك ونصف عام وشويه، والحمد لله ربي وفقنا ومازلنا ديما نعملوا في التجارب، خاطر ديما معناها خاطر كنت راه معناها الطفل عندنا في تونس معناها الكارير ديما تتبدل مش نفسها معقوله، ديما كل شهرين ثلاثه شهور نعملوا تجارب باش ديما نحافظوا على نفس الميزه معناها نتاع المنتوج نتاعنا. يا سيدي نورتونا بوجودكم، يعطيكم الصحه. محمد جندوبي الف مبروك على البامبينو صغيره تتربى في عزكم ان شاء الله. الف مبروك.